السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم عن الهيد انجري البراكتيكال بارت او الجزء البراكتيكال بالنسبه للسيكشن بتاع الهيد انجري. انا طبعا في السيكشن او في البراكتيكال بارت بتاع الهيد انجري هتكلم عن الجورز المتعلقه بالهيد انجري، بس هنتكلم بس عن هنت بسيطه عن السكالب والسكال والبري. اول حاجه ان شاء الله هتكلم بس اقول السكالب دي عباره عن ايه او اللايرز بتاعت السكالب. اول حاجه السكالب من بره لجوه، اللايرز بتاعتنا السكن، السبكوتينيوس تيشو، وبعد كده في سوبرفيشال فاشيا، وفي اللي هو الجالي بونيروتيكا، واللي هو لوس كونكتيف تيشو، ثم البريوستيوم او البريكرينيوم. البريوستيوم او البريكرينيوم اللي هو هيبقى لايننج السكالب. دي الجاليا بونيروتيكا بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، دي اللي احنا قلنا عليها من ضمن اللايرز بتاعت. بعد كده ايه الانجريز اللي ممكن تحصل في السكالب؟ اول حاجه طبعا هتكلم عن ان ممكن يحصل ابريجنز او ممكن يحصل بروزس كونتيوجنز ولاسريشنز في السكالب. الابريجنز اللي هي بتبقى عباره عن خدشه في السكالب او في فروه الراس، ودي بتبقى undetectable نتيجة اللي هي ان انا مش هشوفها او مش هتبقى ملحوظة، يعني عشان وجود الهير او الافكت بتاع الكليب. تاني حاجة البروزس او الكونتيوجنز. البروزس او الكونتيوجنز برضو هتبقى undetectable الا لو انا عملت لها بلبيشن حسيتها بايدي. الكونتيوجنز او الهيماتومة، الهيماتومة دي بتحصل في السكالب، اما بتبقى تحت الجالية ابونيروتيكا اللي هي سب جالية الهيموريتش، او ان هي بتبقى صب بريوسيوم تحت البريوسيوم. لو هي تحت البريوسيوم بتبقى نتيجه الاتاتشمنت بتاعه البريوسيوم للسوشرز بتاعه السكال، فبالتالي ده بيحجم لي السايز بتاعها شويه فبيخليها لوكالايز. يبقى الصب بريوسيوم هيموريج او هيماتوما في السكالب بيخليها لوكالايز شويه، لكن الصب جاليال بتبقى اكتر انها ديفيوز. تالت حاجه هتكلم عنها اللي هي اللاسريشنز بتاعه السكالب. اللاسريتد ووند في السكالب، في عندي بيظهر على السكالب بيبقى شبه قوي الكات ووند. طيب عشان افرق ما بين اللاسريتد ووند والكات ووند في السكالب لازم في ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا ابص على الهير الشعرايه نفسها، لو حطيتها تحت الميكروسكوب هلاقي في حاله اللاسريتد ووند هلاقيها وسكراشد اند. طيب بالنسبه للكات ووند هتبقى ليها شارب كات، شاربلي كات. لو بصيت على المارجن والفلور، المارجن نفسه هلاقي فيه في حالة اللاسريشن هلاقي فيه طبعا ابريجن وكونتيوجن، لكن في حالات الكات ووند مش هلاقي كده. اخر حاجة اللي هو الفلور، في حالة اللاسريتد ووند هلاقي فيه تيشو بريدجز وفي ديبرس وفي داست من الويب. يبقى انا اتكلمت عن انجلز بتاع السكالب، ممكن الاقي ابريجنز والبروزز واللاسريشن، وعرفت ازاي افرق ما بين اللاسريتد ووند والكات ووند في السكالب. نيجي بقى للميديكال ليجال امبورتنس او الكومبليكيشنز بتاعه السكالب انجري. اول حاجه يهمني ان السكالب انجري، عارف ان السكالب ووند او السكالب انجري بروفيوز بيعمل بيحصل منها بروفيوز بليدنج نتيجه الهاي فاسكوليتشر بتاعه السكالب، فابقى واخده بالي ان هو ممكن يبقى دينجرس لو انا ما عالجتوش او انا ما عملتش اسسمنت للبليدنج دون، هيبقى دينجرس. ليه؟ لان هو بروفيوز بليدنج. تاني حاجه اللي هو ان هو السكالب ووند دون او الووند بتاعه السكالب بتمثل سورس للانفكشن تدخل على البرين، تعمل لي بقى منجيتس اللي هو التهاب في المننجيز، او ممكن انكفاليتس وبرين ابسس. طيب نتيجة السورس اوف الانفكشن ده نتيجة ايه؟ نتيجة اللي هو الايميشري فينز اللي هي بتنظفرس اللي هو اللايرز بتاعة السكالب، وبتبنتريت السكال وبعد كده تدخل على البرين كوميونيكيت مع الانترا كرينيال فينا ساينسز، وبالتالي هي بتمثل سورس اوف انفكشن. تالت حاجة ازاي ان انا افرق ما بين ان انا افرق differentiation ما بين السكالب الكات ووند واللاسريتد ووند في السكالب. دي طبعا اللايرز بتاعه السكالب من بره السكالب، وبعد كده بندخل على السكال عباره عن تو كومباكت بون وما بينهم الدبلوي، وبعد كده اللايرز بتاعه المننجيس اللي هي من بره لجوه اللي هي الديورا ماتر والاركنويد والبيا ماتر. طيب نتكلم بقى عن، لو اتكلم عن الجورز،
جورز بتاعت الهيد انجري. عشان اتكلم عن الجورز لازم اعرف اعمل ازاي كومنت على الجور. عشان اعمل كومنت على الجور، اول حاجة هتكلم اقول الجور ده كونتيننج ايه، يعني ايه البارت اللي عندي، او هي بيحتوي على ايه بالظبط. يعني ان كان مثلا ده عبارة عن سكالب، جار كونتيننج سكالب، ده جار كونتيننج سكال او فولت اوف ذا سكال، او ده جار كونتيننج مثلا برين او سيربرال هيمسفير. يبقى اول حاجة هتكلم على الكونتنت بتاع الجار ايه، جار كونتيننج كذا. تاني حاجة showing الليجن اللي عندي او الباثولوجي، يعني ايه الليجن اللي موجود ده، هل هو مثلا cut wound ولا hemorrhage ولا ايه بالظبط، fracture في السكال، ايا كان نوع الانجري. تالت حاجة الكوست اوف انسترومنت اللي عملت لي الانجري ده، سواء كانت blunt object ولا sharp object. دايما البلانت object ده طبعا اللاسريشن ده كله هيبقى مع البلانت اوبجكت، اما الشارب اوبجكت هيعمل لي طبعا كات ووند او هيعمل لي كات فراكشر. طيب اول حاجه اتكلم عن الاول جار اللي هو بيخص السكالب، ده عباره عن ايه، ده جار كونتيننج ايه، ده جار كونتيننج بيس اوف ذا سكال اوف ذا سكالب زي ما انتم شايفين. الجار دون عبارة عن جار كونتيننج بيس اوف سكالب شوينج مالتيبل كات ووندز، اللي احنا شايفينها دي كلها عبارة عن مالتيبل كات ووندز في السكالب. طبعا اي كات ووند هيبقى وسكلير ريجولار ايدجز، ماشي. يبقى ده جار كونتيننج بيس اوف سكالب شوينج مالتيبل كات ووندز في السكالب وسكلين ريجولار ايدجز. طيب اخر حاجة الكوست اوف انسترومنت، ما دام هو كات ووند يبقى معمول بايه، بشارب اوبجكت او شارب ايدجد ويبل. نيجي بعد كده للجزء بتاع السكال. احنا كده خلصنا السكالب وشفنا الجار المتعلق بالسكالب. نيجي بعد كده على الفراكشرز بتاعه السكال. هنتكلم بس على الاناتومي بتاعه السكال. السكال دي عباره عن اوتر تيبل وانر تيبل تو كومباكت بون، ما بينهم الدبلوي اللي هي سبونج بون. طبعا في السكال بيبقى فيه عندي من قدام انتيرو فونتانيل ومن ورا بوستيرو فونتانيل. الانتيرو فونتانيل ده غالبا بتقفل عند سنتين او سنه ونص. البوستيرو فونتانيل دي بتقفل افتر ذا بيرث، وما بين يعني البيرث اند 8 ويكس اوف ذا ايج. طيب نيجي بعد كده للميكانيزم بتاع السكال فراكشر. ازاي بيحصل السكال فراكشر؟ في عندي كذا ميكانيزم. اول حاجه اللي هي الفراكشر دي تو دايركت لوكال امباكت، يعني انا جبت اللي هو الامباكت دي او الخبطه دي بتاعه السكال، زي ما احنا شايفين الاندر الامباكت اريا اللي هي اللي تحت الامباكت اريا بيحصل بيندنج للسكال انورد نتيجه الكومبريشن فورس دي، وبيحصل كومبنساتوري بلجنج لبلجنج للسراوندنج اريا نتيجه التنشن فورس او التنسايل فورس اللي هي قوه الشد. يبقى دي بنسميها الظاهره دي بنسميها الاستراك هوب فينومينا. الاستراك هوب فينومنا اللي هو بيحصل بيندنج للسكال، السكال بتتني انورد اللي تحت اندر الامباكت اريا، وبيحصل بلجنج للسراوندنج اريا اللي هي نتيجه التنسايل او التنشن فورس. دي بنسميها استراك هوب فينومنا. طيب امتى يحصل الفراكشر دون؟ طبعا نتيجه البون بتاعت السكال فيها سام سورت اوف الاستيستي، فما بيحصلش الفراكشر على طول. طب الفراكشر دون امتى يحصل؟ لو الديستورشن او الفورس نفسها بتاعت الامباكت دي اكسيد تعدت الليمت بتاعه الالاستيسيتي بتاعه البون، يبدا عندها يحصل الفراكشر. طيب يبقى ده اول ميكانيزم للفراكشر بتاع السكال. تاني ميكانيزم بسبب دايركت جنرال ديفورميشن، يعني نتيجه ان السكال بتبقى عامله زي الاستيك سفير كوره، يعني الاستيك، فلو انا عملت لها كومبريشن ان وان بلين بتبلج في الاذر دايركشن. لو انا جيت على السكال وعملت لها كومبريشن لاترالي فبيبدا يزيد اللونجيتودينال والفيرتيكال دايمتر وبيحصل عندها الفراكشر، وبرده الفراكشر مش هيحصل الا لو الديستورشن اكسيد الليميت اوف الاستيسيتي. ثالث ميكانيزم اللي هي بسبب اندايركت فورس، يعني ممكن ان هو وده اشهر مثال ليها ان يحصل فراكشر بيز اوف ذا سكال نتيجه ان هو وقع من على الفيت او الباتوكس. طب ايه اللي حصل لما وقع على الفيت او البادوكس؟ الفورس دي او الكاينيتيك انرجي ترانسميتد بتتنقل ابورد ثرو الفيرتيبرال كولن، وبتتنقل بتوصل للبيز بتاع السكال وتعمل لي حوالين الفورام الماجنم فراكشر بنسميه رينج فراكشر.
ماشي. وفي نوع تاني اسمه الهنج فراكشر اللي هو بيبقى واخد اللي هو على السايز بتاعة السكال. طيب بالنسبة تالت رابع ميكانيزم اللي هو فراكشر اكوردنج تو الموبيليتي بتاع السكال، يعني على حسب السكال دي انفيكسد ولا انفيكسد. لو السكال دي انفيكسد يعني فري، وانا جيت عملت خبطه على خبطته على دماغه وهو فري يعني مش سندها على حاجه، بيبدا يحصل حاجه اسمها تشيرنج موفمنت اوف ذا برين. الهزه بتاعه البرين جوه السكال دي بتعمل لي كونتيوجن ولاسريشن في البرين اكتر من يحصل فراكشر. يبقى انا ممكن ما الاقيش، لو انا دلوقتي الهيد دي فري ومش سبورتد وجيت خبطته على دماغه، بيبدا ان هو التشيرنج او الهزه بتاعه الموفمنت بتاعه البرين جوه السكال بتبدا تعمل لي لاسريشن وكونتيوجن في البرين اكتر من انها تعمل فراكشر. طيب لو الهيد بقى انا سندها او سبورتد اجينست ايه اوبجكت، لو انا سنده الهيد دي او عملت لها يعني فيكسد وسبورتد وجيت خبطته على دماغه، بيحصل ايه؟ بالجنج للسكال ات التو بولز او ات السايز اوف السكال، يعني بتبلج على الناحيتين من السكال، بنسميها بولر فراكشر. هنلاقي السكال بتبلج على الناحيتين دي بنسميها البولر فراكشر. يبقى ده كان ايه، دي كان كلها الميكانيزمز بتاعه السكال فراكشر، ازاي بتحصل الفراكشر. طيب انواع الفراكشر بتاع السكال، في عندي اربع انواع. في عندي الفيشر فراكشر وده ابسط انواع الفيشر فراكشر بتاع السكال، وفي عندنا ديبريسد فراكشر، وفي حاجه اسمها كومينيوتد فراكشر، وفي الكات فراكشر. اول حاجه اللي هي الفيشر فراكشر اللي هو الشرخ في الايه في السكال او في الجمجمه، ده ابسط انواع الفراكشر. والكوستيف انسترومنت بتاعته ايه؟ بيبقى دايما بلانت اوبجكت، يعني انا ضربته او خبطته بحاجه بلانت مش حاجه شارب، يبقى بلانت اوبجكت. وفي نفس الوقت الستريكنج السيرفيس بتاعه وايد ستريكنج سيرفيس، ولازم يبقى لو فيلوسيتي يعني مش بسرعه عاليه. ده بالنسبه للفيشر فراكشر. دي طبعا اشكال الفيشر فراكشر او اشكال اللي هي ممكن تحصل، ده طبعا بيبقى كومن يعني ان يحصل فيشر فراكشر في السكال. تاني نوع اللي هو الديبريسد فراكشر. طب الديبريسد فراكشر دون لازم نبقى عارفين الكوزف انسترومنت ان هو نتيجه خبطه بايه. الكوزف انسترومنت انا خبطته بايه؟ لازم يبقى مخبوط بحاجه هيفي بلانت اوبجكت وهيفي ماشي، وفي نفس الوقت الستريكنج سيرفيس بتاعها سمول او لوكالايزد ستريكنج سيرفيس زي الهيد بتاعه الهامر، راس الشاكوش او الهيد بتاعه الاجز ماشي، وفي نفس الوقت بهاي فيلوسيتي، يعمل لي حاجه اسمها ديبريسد فراكشر في السكال. الديبريسد فراكشر في السكال ان هي بيحصل ديبريشن للحته من السكال توورد ايه البرين. الفراكشر دون دايما بيبقى واخد الشيب بتاع الامباكت اوبجكت اللي انا ضاربه بيه، يعني مثلا في حاله الهيد بتاع الهامر بيبقى سيمي سيركولار، وفي حاله اللي هو الهيد بتاعه الاكس بيبقى سكوير. طيب اول جار متعلق بالديبريسد فراكشر عندنا اللي هي الجار اللي قدامنا ده، ده عباره عن ايه؟ ده يا دكاتره عباره عن جار كونتيننج فولت اوف ذا سكال، دي كلها الفولت بتاعه السكال. ايه ده؟ عباره عن الكورونال سوشر اهو، وده الساجيتال سوشر. طيب شوينج ايه؟ شوينج اللي هي ديبريسد فراكشر. طب فين الديبريسد فراكشر دون؟ بيبقى واخد شكل سكوير شيب ده اهو، بيبقى في الرايت بارايتال بون ماشي. ده بالنسبه لي اللي هو الديبريسد فراكشر، هنقول في الرايت بارايتال بون وبيبقى سكوير شيبد. طب الكوستيف انسترومنت معمول بايه؟ معمول طبعا بهيفي بلانت انسترومنت ويز سمول ستريكنج سيرفيس. طيب ده اول جار بالنسبه لي الديبريسد فراكشر. طيب بالنسبه لي تاني جار اللي هو عباره عن برضو جار كونتيننج فولت اوف ذا سكال، بس هنا الفولت اوف ذا سكال دي اقل من سنتين، دي عمر السكال دي اقل من سنتين. ليه قلت اقل من سنتين؟ عشان الانتيرو فونتانيل باينه لي اهي قدام ان هي لسه مفتوحه، يعني اقل من سنتين.
طيب يبقى دي جار كونتيننج فوتوراسكال اوف تشايلد اقل من سنتين شوينج على الناحيه اليمين، في هنا ديبريسد فراكشر في الناحيه اليمين في الرايت برايتال، وفي على الليفت برايتال بون في بونيلوس، يبقى في هنا بونيلوس في الليفت برايتال وفي في الناحيه اليمين في ديبريسد فراكشر. احنا بس يعني مش الصوره مش موضحه قوي، بس في حته ديبريسد نازله من السكال. ايه الكوزف انسترومنت؟ ده ديبريسد فراكشر، يبقى انا عندي الكوزف انسترومنت هقول هيبقى هيفي بلانت انسترومنت ويز لوكالايزد ستريكنج سيرفس. نيجي بعد كده الكوميوتد فراكشر، تالت نوع اللي هو الكوميوتد فراكشر. ايه الكوميوتد فراكشر؟ ده برضو بيبقى معمول بنفس برضو الاداه بتاعه اللي هي بتعمل الديبريسد فراكشر، يعني هيبقى برضو هيفي بلانت انسترومنت، بس هنا الفرق ان هو وايد ستريكنج سيرفيس على عكس الديبريسد كان سمول او لوكالايز ستريكنج سيرفيس، لكن هنا بيبقى ليها وايد سيرفيس او وايد ستريكنج سيرفيس، زي مثلا هيفي وود ستيك اللي هي حتة مثلا عصاية خشبة تخينة وسميكة خبطت بيها على راسه، ودي بتعمل كومنيوتد فراكشر. طب ايه هو الكومنيوتد فراكشر؟ ده بيحصل فراجمنتيشن للسكال وبيحصل تفتت للسكال. طبعا في نوع اسمه سبايدر ويف فراكشر. السبايدر ويف فراكشر يا دكاتره اللي هو كما موضح في الصوره، ده عباره عن كومباينيشن من الديبريسد فراكشر، حته ديبريسد اهي في النص وراديتنج طالع منها، كل ده طالع منها الفيشر فراكشر، يبقى دي عباره عن ديبريسد في النص فراكشر وراديتنج منها فيشر فراكشر، بنقول عليها او بنسميها السبايدر ويب فراكشر، بتبقى شكل العنكبوت. في جار خاص بالسبايدر ويب اهو، الجار عندنا اهو، ده عبارة عن ايه؟ ده هقول جار containing vault of the skull. طيب showing ايه الليجن اللي عندي؟ showing comminuted fracture اللي هو depressed fracture with radiating fissure fracture اهو، موجود في right parietal bone، ده المفروض sagittal suture وده الoccipital suture، ده من ورا ماشي، ده في كده في right parietal bone وفي الoccipital bone، يبقى ده جار containing vault of the skull showing a comminuted fracture with the breast fracture with the radiating fissure fracture أو the spider web fracture. فين السايد بتاعه؟ في الرايت برايتال وفي الأوكسيبيتال. ايه الكوست اوف انسترومنت؟ comminuted fracture، يبقى على طول الكوست اوف انسترومنت heavy blunt with big striking surface. بالنسبة كده الجار اللي بعد كده ده عبارة عن ايه؟ ده زي ما انتم شايفين ده عبارة عن vault of the skull، ده jar containing vault of the skull ماشي، ومعاه lining dura، الحتة دي كلها الغشاء ده كله اسمه الديورا ماتر، هو جايبهولك عبارة عن فولت من السكال، الفولت اهي واللايننج ديورا جواها. طب هو جايب الديورا عشان يوضح لك حاجتين، الحتة الدارك دي عشان يوضح لك ان في نوعين من الهيموريدج، في من جوه اللي هي سب ديورا الهيموريدج، ومن بره اللي هي ما بين الانر تيبل بتاعة السكال وما بين الديورا في الاكسترا ديورا سبيس، في حاجة اسمها اكسترا ديورا الهيموريدج، يبقى ده جايب لك عشان يوضح لك ان دي الديورا من جوه في سب ديورا الهيمرج ومن بره في اكسترا ديورا الهيمرج، يبقى ده هقول عليه جار كونتيننج فولت اوف ذا سكال ويز لايننج ديورا شوينج اكسترا ديورا وسب ديورا الهيمرج. وطبعا الفولت بتاعه السكال لو احنا بس عدل يعني لو هي معدوله اكتر عباره عن كومنيوتد او فيها كومنيوتد، العظم متدغدغ اهو او متفتت اللي هو تو كومنيوتد فراكشر على الناحيتين على التو بارايتال ايمينانس بتاعه السكال، يبقى في على التو بارايتال ايمينانس بتاعه السكال في تو كومنيوتد فراكشر. يبقى اخر حاجه الجار دون عباره عن ايه؟ جار كونتيننج فولت من السكال، في حاجه في الفولت وفي حاجه طبعا الفولت معاها اللايننج جور، في ليجن في الديورا في الفولت بتاع السكال وفي في الديورا، الفولت بتاع السكال فيها تو كومنيوتد فراكشر على الناحيتين على تو برايتال ايمننس الناحيتين، والديورا عباره عن جايبها لي عشان يوضح ان في سب ديورا الهيمج وفي من بره اكسترا ديورا الهيمج. ماشي يا دكاتره. بعد كده طبعا الكومنيوتد فراكشر ايه الكوست اوف ايجنت زي باقي الكومنت عادي،
هنقول heavy blunt instrument with wide striking surface. آخر نوع من الفراكشرز وهو الكات فراكشر. الكات فراكشر ده معمول القص في انسترومنت، أنا ضربته بإيه؟ لازم يبقى حاجة شارب هيفي انسترومنت، زي مثلا نايف، حاجة سكينة، حاجة أجز عملت لي كات فراكشر، وبيبقى with clear regular edges. الكات فراكشر له جار موجود عندنا اللي هو الجار ده. اول حاجه ده عباره عن ايه؟ هقول ده عباره عن جار كونتيننج فولت اوف ذا سكال. طبعا دي السكال من قدام، وده الكورونال سوتشر اهو، ده الكورونال سوتشر وده الساجيتال سوتشر. طيب شوينج ايه الليجن الموجود؟ ده عباره عن كات فراكشر، ده شارب كات فراكشر بس عامل شكل كده او واخد شكل حاجه اسمها شيبنج. والشيبنج يعني ايه شيبنج يا دكاتره؟ اللي هو كاني قطشت حته من البون، قطشت حته من البون بسميها شيبنج. يبقى ده شوينج كات فراكشر ويز شيبنج، شوينج كات فراكشر ويز شيبنج. طب السايد بتاعه فين؟ موجود بالظبط في الرايت فرونتال بون، يبقى ده موجود في الناحيه الرايت فرونتال بون. بعد كده ايه الكوست اوف انسترومنت؟ ده كات فراكشر، يبقى لازم مش هتبقى بلانت طبعا اوبجكت، لازم يبقى شارب، ايه معمول بهيفي شارب اوبجكت زي مثلا نايف او اي حاجه من دي. بعد كده هنتكلم على، احنا خلصنا السكالب وقلنا الجار المتعلق بالسكالب اللي هو كان فيه كات ووند، وبعد كده نقلنا على السكال الفراكشرز بتاعت السكال، وخدنا جارز الايه اللي فيها فراكشرز. بعد كده هنتكلم على اللي هو الانجري بتاعت البرين. طبعا المننجيز في الاول عبارة عن من بره لجوه اللي هي الديورا، وبعد كده الاراكينويد، وبعد كده البياماتر. ايه الانجريز؟ المننجيال هيموراج. المننجيال هيموراج في 3 انواع، في حاجة اسمها الاكسترا ديورال او الابيديورال، وده بره الديورا، ده في الاكسترا ديورال سبيس، يعني ما بين ايه وايه؟ ما بين الانر تيبل بتاع السكال وما بين الديورا ماتر في الاكسترا ديورا، ما بين الانر تيبل وما بين الديورا، بنسميها اكسترا ديورال هيموراج. طب الاكسترا ديورال هيموراج ده سببه ايه؟ قال لك لازم يحصل ان هو مثلا اتخبط بتروما، التروما دي عملت لي فراكشر للسكال، الفراكشر ده عمل لي حاجه اسمها قطع حاجه اسمها الميدل مننجال ارتري. طب الميدل مننجال ده موجود فين؟ موجود في جروف كده موجود في الانر تيبل بتاع السكال. اتقطع الميدل مننجال ارتري، بدا يحصل بريدنج، ويحصل بريدنج في الاكسترا ديورال سبيس ما بين الانر تيبل والديورا، يتجمع البلاد وبنسميه اكسترا ديورال. طبعا هنا الاكسترا ديورا هيموراج ده مور دينجرس، ليه؟ عشان السورس بتاع البليدنج بتاعه ارتريال، فالبليدنج هيبقى اكتر برفيوز لان ده السورس بتاعه جاي من ارتري. في جار متعلق بالاكسترا ديورا الاول، هي عندنا زي ما انتم شايفين ده عباره عن جار. طب ده كونتيننج ايه؟ ايه الجار ده عباره عن ايه؟ ده حته من الفولت من السكال. يبقى ده جار كونتيننج فولت اوف ذا سكال شوينج ايه؟ زي ما انتم شايفين البون نفسه اصلا متفتت، في كومنيوتد فراكشر ماشي، زائد الحته الدارك اللي احنا شايفينها دي موجوده على الانر تيبل اوف ذا سكال، يبقى هي في، يبقى هي دي عباره عن اكسترا ديورال هيموراج. يبقى الحته الدارك دي ده هيموراج في الانر تيبل بتاع السكال، يبقى ده اكسترا جور، لان الاكسترا جور بيبقى ما بين الانر تيبل وما بين الجورا مادر، فهنا جايب لك الهيموراج على الانر تيبل، يبقى ده اكسترا ديورال هيموراج. من بره السكال على الاوتر سيرفيس في حاجه اسمها سب جاليال، يعني تحت الجاليال، سب جاليال هيموراج تحت الجاليال ابونيوس. يبقى اخر حاجه ده جار كونتيننج فولت اوف ذا سكال شوينج السكال او الفولت فيها كومنيوتد فراكشر، وفي نفس الوقت جايب لك عشان يوضح لك الاكسترا ديورال هيموراج في الانر تيبل بتاع السكال. والكومنيوتد فراكشر ايه الكوستيف ايجنت؟ طبعا هيبقى هيفي بلانت انسترومنت ويز بيج ستريكنج سيرفيس. تاني نوع اللي هو السب ديورال هيموراج، وده عباره عن هيموراج ما بين الديورا والاراكينويد. الهيموراج ما بين الديورا والاراكينويد ده عباره عن ما بين الديورا في الساب ديورال اسبيس.
طيب بيحصل نتيجة ايه؟ قالك ده مفيش، مش نتيجة فراكشر زي الاكسترا ديورال. طيب نتيجة ايه؟ نتيجة حاجة اسمها acceleration distillation force اللي هي الروتيشنال موفمنت او الرجة بتاعة البرين جوه السكال، قطعت لي حاجة اسمها او عملت ستريتش على البريدجينج او الكوميونيكيتنج فينز الموجودة في السب ديورال سبيس. طبعا هنا السورس اوف بريدنج هيبقى فينوس مش ارتيريال على عكس الاكسترا ديورال، عشان كده هو ليس دينجرس، اقل في الخطوره عن الاكسترا ديورال، يعني ممكن يتلحق وممكن يعني اقدر ان انا اعمله سيرجيكالي تريت. بالنسبه بعد كده ده بالنسبه للسب ديورال. بعد كده السب اركينويد هيمرج، وده نوع من الهيمرج في السب اركينويد سبيس ما بين الاركينويد والبيا ماتر، ونتيجه برضو ايه الكوز او الكوز بتاعته؟ نفس الكوز بتاع السب ديورال، نتيجه برضو acceleration distillation force، الروتيشنال موفمنت بتاعه البرين، قطعت لي البريدجنج او الكوميونيكيتنج فينز اللي هي في السب اركينويد. تاني حاجة انها ممكن تحصل نتيجة، طبعا ده بالنسبة للاسباب التروماتيك، في اسباب تروماتيك وفي اسباب باثولوجيكال. الاسباب التروماتيك قلنا اللي هو الهيد انجري او التروما عملت لي رابشر للبريدجينج فينز. ممكن حاجة تانية نتيجة الهايبر اكستنشن انجري اوف ذا نيك، يعني انا لو عملت هايبر اكستنشن للنيك ممكن تقطع لي الفيرتبرال ارتري، والفيرتبرال ارتري ده هيبدا يحصل بليدنج او ليكج اوف بليدنج في سب اركونويد سبيس. ممكن برضو نتيجة اللي هو لو خد ضربة على below to the side of the neck، لو هو خد ضربة على السايد بتاعة النك هتعمل لي برضو stretching او damage للvertebral artery ويحصل bleeding. اخر حاجة التروماتيك sub arachnoid hemorrhage، ان ممكن نتيجة brain contusion او laceration. الكونتوجن او اللاسريشن في البرين بدا يحصل البريدنج دون يليكج في السب اركنويد سبيس ويعمل لي سب اركنويد هيمج. دي كلها الاسباب التروماتيك للسب اركنويد هيمج. اما الاسباب الباثولوجيكال ان هو ساعات بيبقى فيه اللي هي الانيوريزم، حاجه اسمها بيري انيوريزم اوف سيركل اوف ويلز، دي موجوده في البيس بتاعه البرين ودي ممكن يحصل ايه رابشر فيها نتيجه مثلا الهايبرتنشن او كده، فممكن تعمل لي هاي رابشر وتعمل لي سب اركنويد دامج، او ممكن نتيجه رابشر لي اللي هو مايكوتيك انيوريزم او استيرومتاس ألسر. السب اركنويد هيموريج بيتميز ان هو لما بيحصل بيكفر السيرفيس بتاع البرين وبيبقى دايما مالي السلكاي فيلينج السلكاي بتاعه البرين. الجار المتعلق السب اركنويد هيموريج اللي الجار دون ده عباره عن ايه؟ ده هنقول جار كونتيننج سيريبرال هيمسفير اوف ادلت برين، ده عباره عن سيريبرال هيمسفير اوف ادلت برين. طب شوينج ايه؟ على الناحيتين الفرونتال بون الفرونتال لوبز بتاعه البرين في لاسريشنز، في تحتك في البرين تيشو بنسميها لاسريشنز في البرين، يبقى في على لاسريشن هو على الناحيه الليفت والرايت فرونتال لوبز ده في البرين نفسه. تاني حاجه كل الدارك ارياز اللي انتم شايفينها دي ماليه السلكاي او فيلينج السلكاي اوف ذا برين دي بنسميها السب اركنويد هيمج. يبقى انا عندي الجار داون كونتيننج جار كونتيننج سيربرال هيمسفير اوف ادلت برين شوينج لاستريشنز على التو فرونتال بونز، واللي هو الدارك اريا دي او شوينج كمان سب اركنويد هيمج فيلينج السلكاي اوف ذا برين. وبكده نكون خلصنا الجارز المتعلقة بالهيد انجري، اتكلمنا عن السكيما بتاعت الجار ازاي اعمل كومنت على الجار وبقول الجار ده فيه ايه بيحتوي على ايه، وبعد كده اقول الليجنز اللي فيه، وبعد كده اقول الكوستف انسترومنت او الكوستف ايجنت.